حقيقة زواج نور الشريف وضره ورد فعل أسرته يثير الجدل. انتشرت على مواقع التواصل شائعات حول زواج نور الشريف وضره، حيث تصدر الفنان الراحل نور الشريف مؤشرات جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث. وكان سبب تصدر نور الشريف مؤشر جوجل هو شائعة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد زواجه سرا من الفنانة التونسية درة. ووفقا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الفنان نور الشريف تزوج من درة قبل عام من وفاته وبعيدا عن الإعلام، وأن أسرة نور الشريف كانت على علم بالزواج وأنها حرمتها من الميراث بعد رحيله. وزاد من انتشار هذه الشائعة عدم رد أحد من أسرة نور الشريف عليها، حيث التزمت بوسي وابنتاه مي وسارة الصمت التام حتى الآن، بينما نفت الفنانة التونسية درة كل ما أثير عنها، حيث قالت في تصريحات صحفية إن هذه شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة. وأضافت أن علاقتها بأسرة نور الشريف خاصة زوجته بوسي وابنتهما مي جيدة جداً، كما كان الفنان الراحل الذي شاركته بطولة آخر أفلامه بتوقيت القاهرة بمثابة والدها. وكانت آخر أعمال درة الفنية مسلسل بلا دليل الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه على شاشات التلفزيون، ويعد المسلسل هو البطولة الثانية لها بعد مسلسل الشارع اللي ورانا. بلا دليل ينتمي لنوعية الأعمال التي تصل حلقتها ل 45 حلقة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي، بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وهاجر الشرنوبي. ويذكر أن الفنان الراحل نور الشريف ولد في حي الخليفة في حي السيدة زينب في القاهرة. اسمه عند الولادة هو محمد جابر محمد عبد الله، ولكن قام فيما بعد بتغييره إلى نور الشريف جابر محمد. توفي والده وكان عمره وقتها سنة واحدة. حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز، وكان الأول على دفعته عام 1967. بدأ التمثيل في المدرسة، حيث انضم إلى فريق التمثيل بها، كما كان لاعبا في أشبال كرة القدم بنادي الزمالك، ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم واتجه بعدها إلى مجال التمثيل. تزوج من الممثلة بوسي، واستمر زواجهما لمدة طويلة حتى تم الطلاق عام 2006، ثم عاد مرة أخرى نهاية عام 2014 ولهما أولادهما سارة ومية، وتوفي في يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس من عام 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاماً.